بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات امتياز اللي إن شاء الله يتم فيها شرح أساسيات مادة التكامل. معاكم عمرو إيهاب يسري زي ما عرفتكم بنفسي المرة دي. النهاردة إن شاء الله هيبقى عندنا جدول العمل ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة هنذكر بعض القوانين والنقاط التفاضلية الهامة اللي تساعدنا في حل بعض المسائل، وهنقول بعض الإثباتات الهامة والمسائل الهامة. أول حاجة هنبدأ بإيه؟ بالقوانين او العلاقات التفاضليه. اول قوانين عندنا الخاصه بادخال اشاره سالب على الزاويه الموجوده في الساين او الكوزاين او التان. لو قلنا ان الساين والكوزاين وتان، ساين سالب اكس وكوزاين سالب اكس وتان سالب اكس، ساين سالب اكس الساين بتطلع السالب بره، فتبقى الساين سالب اكس تساوي سالب ساين اكس. طب الكوزاين، الكوزاين بتاكل السالب فتبقى تساوي كوزاين اكس. طب التان، التان سالب اكس تساوي سالب تان اكس، يبقى التان زي الساين بتطلع السالب بره. ليه؟ التان دي هنشرحها لوحدها على جنب. تان سالب اكس مش التان تساوي الساين على الكوزاين، فهتبقى تساوي ساين سالب اكس على كوزاين سالب اكس. الساين سالب اكس هتبقى تطلع سالب بره تساوي سالب ساين اكس، الكوزاين بتاكل السالب بتبقى تساوي كوزاين اكس. ساين اكس على كوزاين اكس تساوي تان اكس، والسالب زي ما هو. يبقى معنى كده ان التان سالب اكس تساوي سالب تان اكس. دي اول قوانين عندنا. القوانين التانية مهمين جدا اللي هما ايه؟ لو واحد زائد تان تربيع اكس تساوي سك تربيع اكس. طب ما هو برضه لو واحد زائد كوتان تربيع اكس هتساوي كوسك تربيع اكس. طب لو ساين تربيع اكس زائد كوزاين تربيع اكس تساوي واحد. الصورتين دول كنا بنشوفهم باشكال تانية اللي هي يقول لك سك تربيع اكس ناقص واحد تساوي تان تربيع اكس، ودي كنا بنقول عليها كوسك تربيع اكس ناقص واحد تساوي كوتان تربيع اكس. دي القوانين اللي هي المفروض نقولهم رقم اتنين. يعني القوانين اللي بعد كده قوانين ضعف الزاوية. قوانين ضعف الزاوية. لو عندي ساين 2 اكس وكوزاين 2 اكس وتان 2 اكس، ساين 2 اكس تساوي 2 ساين اكس كوزاين اكس. كوزاين 2 اكس فيها ثلاث قوانين، اما ان هي تكون كوزاين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس، او انها تكون 2 كوساين تربيع اكس ناقص 1، او انها تكون 1 ناقص 2 ساين تربيع اكس. علشان ما تنساش القوانين دي ايه اللي هيحصل؟ الكوساين على طول هي رقم 1. طالما انت هنا كوساين تربيع ناقص ساين تربيع تمام. طب هنا، هنا مره هبدا هنا في دخلنا 1 في حاجه غير الساين والكوساين، في 1 تمام. لو ال هتحط الدالة اللي هي ساين الكوزين او كوزين في الاول، او بص كده ببساطه هنا عندي الكوزين في الاول وهنا عندي الساين رقم 2 تمام. لما تبقى الدالة مش فيها غير كوزين او ساين بس هنعمل ايه؟ لو جت الدالة فيها كوزين بس هنحطها هي في الاول زي دي. طب لو جت الدالة فيها ساين بس هنحطها الثانيه زي دي. يعني الساين على طول رقم 2 والكوزين على طول رقم 1.
تمام؟ تمام. تان 2 اكس تساوي 2 تان اكس على 1 ناقص تان تربيع اكس. 2 تان اكس على 1 ناقص تان تربيع اكس. دي قوانين ضرب الزاوية. تمام. المجموعتين في مجموعتين كمان في القوانين مهمين جدا وبيتنسوا كتير فلازم نركز فيهم. خاصين بإيه؟ هنقسم السبور الأول كده. أول حاجة خاصين بضرب دالتين في بعض. إذا كانت الأول ساين إكس في كوزاين واي أو ساين أو كوزاين الأول أو كوزين إكس في كوزين واي أو ساين إكس في ساين واي. هنعمل إيه؟ أول حاجة في القوانين دي إذا كانت ضرب تلاتين في بعض هتحط النص وتسيب، تحط النص وتسيب وتفتح قوس. تمام؟ دي حاجة هو متكررة في كله. تمام؟ هتعمل هنا كده مربع فيه إشارة وهتسيبه فاضي، وبعدين تفتح هنا كده ست أقواس على عدد إيه؟ تمام كده؟ الأقواس دي هتملى القوس اللي في الطرف الشمال ده كله سالب وهنا كله موجب. تمام؟ ابدأ على طول بالإكس وانهي بالواي. تمام؟ تمام. الحاجة التانية لازم الواحد يقولها، الكوزين قوي. يعني ايه الكوزين قوي؟ يعني لما الكوزين يبقى موجود تبقى الإشارة هنا موجبة، إذا مش موجود تبقى الإشارة سالبة. تمام. الكوزين برضه قوي. تمام؟ علشان كده او خلاص تمام يعني. لما تلاقي كوزين في الداله تبقى الاشاره مجرد، الكوزين مش موجود تبقى الاشاره سالبه. تمام. تمام. طب لو عندي هنا ساين وكوزين، الساين غير الكوزين، طالما الساين غير الكوزين يبقى اللي هيتحط هنا ساين واللي هيتحط هنا ساين. طب هنا كوزين وكوزين متشابهين، كوزين زي الكوزين فهتحط هنا كوزين وهنا كوزين. طب هنا ساين وساين متشابهين يبقى تحط هنا كوزين وتحط هنا كوزين. دي الدوال اللي عندنا ودي القوانين. يبقى أول حاجة هنحط النص، هنسيب هنا مسافة وهنا مسافة، هنحط هنا مربعات تحت في الإشارة ونفتح هنا أقواس. الأقواس دي ثابتة، دي كلها سالبة ودي كلها موجبة. هنبدأ بالإكس وبعدين الواي، نبدأ بالإكس وبعدين الواي. تمام. إذا كانت إذا وجد الكوزين وجد الموجب، اختفى الكوزين مفيش موجب بقى سالب. تمام. لو الاثنين مختلفين يبقى هنا ساين، طب لو الاثنين متشابهين يبقى ايه؟ كوزين. تمام. القوانين اللي عندنا بعد كده اللي هي قوانين جمع زاويتين على بعض، يعني ساين اكس زائد او ناقص واي كوزين اكس زائد او ناقص واي وبعدين تان اكس زائد او ناقص واي. دي نحفظها ازاي؟ نحفظها باسلوب بسيط جدا. برضه هنا تحط مربع كده وهنا تحط مربع، بس هنا نبدا بالتاني الاول. التان دول اتنين صحاب كانوا في حالتين. في الحاله الاولى اللي هي كانت في البسط كانوا بيتكلموا مع بعض وايه وزي الفل، يعني اتنين بيتكلموا مع بعض، يعني هنا تان اكس نفس الاشارات زائد او ناقص تان واي. تحت اتخلقوا مع بعض فضربوا بعض فيبقى ايه؟ تان اكس في تان واي. تمام؟ اتخلقوا مع بعض جبنا حد يصالحهم، جبنا مين؟ جبنا الواحد. تمام؟ بس فشل فهتبقى الاشارات مختلفة. تان اكس زائد واي اتنين صحاب في الأول كانوا مصاحبين مع بعض فالإشارات زي ما هي. تحت اتخلقوا مع بعض ضربوا بعض جبنا واحد يصالحهم مع بعض فشلوا او فشل
فالاصولات اختلفت، تمام؟ يبقى هنا زائد تبقى هنا زائد، وهنا ناقص. طب لو هنا ناقص تبقى هنا ناقص وهنا زائد، اكس بس الاصولات تحت وفوق زي ما هي، تمام. لسه ايه؟ لسه الساين والكوساين، تمام. هنا الكوساين برضو قوي، فقال ايه؟ هيكمل الساين. قال هنبدا هنا بالساين وننتهي هنا بالساين، وقال هو هيتحكم في ايه؟ في الدالة، هو اللي هيمسك طرفين الدالة، علشان كده الإشارة تفضل زي ما هي. يبقى هنا ساين اكس كوساين واي، كوساين اكس ساين واي، تمام؟ طب هنا كوساين، الكوساين خلاص انا جملتك مره مش هجملك تاني، قال انا هبدأ الدالة كلها في الطرف الشمال. يبقى هنا كوساين اكس كوساين واي، وهنا ساين اكس ساين واي. قال خلاص المره دي طالما انا في الطرف الشمال لوحدي هتحكم في الاشاره، فهخلي الاشاره مره سالبه ومره موجبه، يعني ايه؟ يعني عكس الاشارات. يبقى تاني ساين اكس زائد او ناقص واي، الكوزاين قوي فحب يجامل ساين، قال هنبدا بيك وننتهي بيك، وقال انا هتحكم في طرفين الداله، علشان كده الاشاره تفضل زي ما هي. طب هنا قال خلاص جاملتك مره، المره دي مش هجاملك، انا هبدا هاخد الطرف الشمال كله لوحدي وانت خد الطرف الشمال كله لوحدك، علشان اللي على يمين وشمال الاشاره مختلفين مع بعض فالاشارات ايه؟ هتختلف. لو متشابهين الاشارات زي ما هي، تمام. كده نكون خلصنا القوانين. ونكون كمان خلصنا اول مهمه عندنا اللي هي علاقات تفاضليه تامه. الخطوة الجاية إن شاء الله في محاضرة النهاردة إثباتات هامة، هنشرحها بالراحة والتركيز. كل اللي عليك تعمله هكتب الإثبات، السؤال بس، توقف الفيديو تحاول تحله مع نفسك. المسألة الأولى عندنا بيقول لي جيب تكامل، أو الإثبات الأول تكامل تان إكس دي إكس يساوي، إحنا عارفين التكامل ده يساوي سالب لم كوزين اكس، تمام؟ زائد سالب. طب لو جاب لي بس نص المساله لحد هنا وقال لي جيب التكامل ده هتجيبه ازاي؟ هنقول التكامل تان اكس دي اكس يساوي، هنفك التان ساين اكس على كوزين اكس، تمام؟ تمام. انت اصلا لما بنلاقي حاجه في الجدول فانت لازم تبقى عارف الناتج. طب نفكر نعمل ايه؟ لان كوزين دي الكوزين في المقام، معنى كده ان دي لنا المقام. لان المقام دي من القاعده اللي بتقول لك اذا كان البسط مشتقه المقام يبقى الناتج لان المقام. طب هل البسط مشتقه المقام؟ تقريبا الى حد ما. فاضل حاجه واحده، الكوزين مشتقتها سالب ساين، علشان اخلي جوه سالب ساين اكس وده كوزين اكس، انا كده ضربته في سالب يعني ثابت، يبقى بره هقسم على سالب، ولو واحد مثلا على سالب واحد اللي هي نفسها سالب واحد أو سالب مباشرة، ممكن يعني إيه ضربنا جوه في سالب يبقى نضرب بره في سالب خلاص، تمام؟ دي إكس كده البسط مشتقة المقام، يبقى الناتج سالب لن، أدي البسط مشتقة المقام، السالب زي ما هي، وأدي لن المقام، تبقى لن كوساين إكس زائد سالب، خلص الاسم، تمام؟ تمام. ملاحظة بسيطة، ممكن تضرب مثلا في 2 يبقى بره تقسم على 2، لكن مش ينفع تضرب جوه في إكس وتقسم بره على إكس، لازم إشارة أو رقم. طب ممكن نحلها بطريقه ثانيه، هنعمل تفاضل للطرف ده، دي سالب لن كوساين اكس زائد ثابت على دي اكس، او السالب سالب هيتحط زي ما هو، اللين واحد على مداخل القوس اللي هو كوزين اكس، كده السالب خلصناه، اللين خلصناه، تمام؟ ايه اللي فضل؟ كوزين. طيب اضرب مشتقة مداخل القوس سالب ساين اكس الثابت يبقى زائد صفر، تمام؟ سالب سالب بقى موجب،
ساين على الكوساين تساوي تان. تم الاثبات. تمام، ده كان اول اثبات معايا. الاثبات الثاني بيقول لك اثبت ان التكامل 1 على اكس جذر التربيع لاكس تربيع ناقص ايه تربيع بالنسبه دي اكس يساوي ايه؟ دي رقم كام؟ المجموعه 5، المجموعه الفرعيه رقم 3، الحاله الثالثه اللي هي 1 على ايه من غير اشاره السالب. تمام؟ كوسيش سيش سيك يبقى سيك ماينس 1 اكس على ايه زائد سالب. مظبوط. دي هنا هنعمل ايه؟ هنعمل تفاضل لده. التفاضل ده 1 على ايه؟ سالب. هينزل زي ما هو. طب السك ماينس 1 نكتب هنا ببساطه كده، سك ماينس 1. وهنا الزاويه ايا كانت اللي هي اكس على ايه؟ انت عارف من جدول التكامل ان ده تكامل ده، يعني التفاضل ده اللي هو ده. هنعمل حاجه بسيطه، هتكتب دي وتسيب هنا قوس مكان الاكس، وتحط الجذر وتسيب قوس مكان الاكس، وتربع ناقص كل دي هتشيل تحط بدلها واحد، واحد تربيع بواحد. تمام؟ تمام. الاقواس دي هتحط فيها ايه؟ هتحط فيها الزاويه ايا كانت اللي هي هنا اكس على ايه؟ اكس على ايه؟ يبقى مشتق سك ماينس 1 اكس على ايه تساوي 1 على اكس على ايه مضروب في جذر التربيع اكس على ايه تربيع ناقص 1. هنعمل حاجه ثانيه بسيطه، اكس على ايه مش مقام المقام بسط، هتبقى ايه في البسط وتحت اكس. تمام؟ تمام. جذر التربيع اكس تربيع على ايه تربيع، لو حبينا نوحد المقامات هنا يبقى عندي اكس تربيع ناقص ايه تربيع على ايه تربيع، ده كله تحت الجذر. طب ايه تربيع تحت الجذر هتطلع بإيه بس؟ مقام المقام بسط طلع لنا فوق برضه، هيبقى كده. تمام؟ وهنا يبقى عندي إكس تربيع ناقص إيه تربيع. تمام؟ يبقى آدي أول حاجة خلصنا منها 1 على إيه؟ سك ماينس 1 كمان خلصنا منها، بعد كده إيه تربيع إكس جذر تربيع إكس تربيع ناقص إيه تربيع. مشتق بداخل القوس 1 على ايه، لان ايه 1 ايه ده ثابت والاكس مشتقتها بواحد، يبقى 1 على ايه. تمام؟ ايه مع الايه مع الايه تربيع، يبقى 1 على الاكس جذر تربيع الاكس تربيع ناقص ايه تربيع. الحمد لله اثبتنا البسط. تمام. الاثبات اللي بعد كده بيقول لنا اثبت ان التكامل 1 على جذر تربيع ايه تربيع زائد اكس تربيع بالنسبه لدي اكس ده يساوي ايه من الجدول من غير حتى ما نكمل المساله. دي المجموعه الخامسه، المجموعه الفرعيه رقم 2، الحاله رقم 1 اللي هي شاين او ساينس ما فيهاش 1 عليه، يبقى ساينس ماينس 1 اكس على ايه زائد ثابت. نسبه ازاي؟ برضه هنجيب تفاضل ده زي ما عرفنا تفاضل الساينس هو نفسه ده، بس هنشيل كل ايه نحط مكانها واحد، ونشيل كل اس نحط مكانها الزاويه اكس على ايه في مشتق مداخل القوس اكس على ايه اللي هي 1 على ايه. هنوحد المقامات هنا، فنلاقي عندنا ايه تربيع هنا كده 1 وتحت لازم تربيع ايه تربيع زائد اكس تربيع تحت على ايه تربيع تطلع بره الجذر مقام المقام بسط، هيطلع لنا هنا في البسط بايه؟ مضروبه في 1 على ايه، الايه مع الايه يبقى وصلنا لواحد على الجذر التربيع ايه تربيع الاكس تربيع. كده اثبتنا الاثبات او المساله. كده نكون خلصنا الحاجه الثانيه عندنا في الفيديو بتاع النهارده اللي هو اثباتات هامه. بعد كده هنبدا بقى في حل المسائل. بقول لك جيب تكامل جذر اكس
ناقص اكس تكعيب كوسيك اكس زائد اكس تربيع زائد اكس تكعيب في 4 اس اكس، تمام؟ دي اكس والمقام اكس تكعيب. نعمل ايه؟ نفكر براحه. موجوده في الجدول؟ لا مش موجوده. ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ نجرب نعمل حاجه، نقسم. قبل ما نقسم نزل اكس اللي هي عباره عن اكس اس نص. اكس اس نص على اكس تكعيب اللي هي اكس اس سالب 2 ونص اللي هي سالب 5 على 2. الاكس مع الاكس تكعيب ايه مع اكس تكعيب؟ فاضل لنا كوسيك اكس. هنا 1 على اكس. طب هنا 4 اس اكس بالنسبه لدي اكس. هنزود 1 يقسم على الاس الجديد تبقى اكس اس سالب 1 ونص على سالب 3 على 2 اللي هي 1 ونص. الكوسيك اللي هي لين كوسيك اكس ناقص كوتان اكس. 1 على اكس اللي هي لين اكس. 4 اس اكس اللي هي 4 اس اكس على لين الاساسي اللي هو لين 4 زائد سالب. كده خلصنا المساله. تمام. المساله الثانيه بيقول لي جيب تكامل ساين 2 اكس زائد 3 بالنسبه لدي اكس. دي قلناها في القواعد ان هو لازم يبقى هنا مشتقة مداخل القوس. فهنقول مشتقة 2 اكس زائد 3 اللي هي 2. فهنضرب في 2 ونقسم على 2. 2 ساين وهنا الزاوية 2 اكس زائد 3 بالنسبة لدي اكس. النص اللي بره هننزل زي ما بقول ان ده بره التكامل. طيب مشتقة ده خلاص كده القاعدة طبقناها بسالب كوزين زاوية 2 اكس زائد 3 زائد سالب. يبقى سالب نص كوزين 2 اكس زائد 3 زائد سالب. مظبوط. المسألة اللي بعد كده بيقول لي يجيب تكامل ساين 2 اكس كوزين اكس ناقص 1 بالنسبه لدي اكس. دي من المجموعات اللي احنا ذكرناها النهارده في العلاقات التفاضليه الهامه اللي هي كانت بتقول لك ساين اكس كوزين واي. وقلنا هنعمل ايه؟ هنرمي النص نفتح القوس. هنا في اشاره في النص وهنا في قوس وهنا قوس. نبدا بالاكس وننتهي بالواي. نبدا بالاكس وننتهي بالواي. هنا سالب وهنا موجب. الكوزين موجود يبقى هنا الاشاره موجبه. ساين كوزين مختلفين يبقى هنا يبقى ساين وهنا ساين. ونبدا الاكس هنشيلها نحط مكانها 2 اكس. الواي نحط مكانها اكس ناقص 1. فهيبقى الناتج هنا نص في تكامل ساين الفرق 2 اكس ناقص اكس زائد 1 تبقى 2 اكس ناقص اكس اكس او ساين اكس زائد 1 زائد ساين مجموع 3 اكس ناقص 1. تكامل الجزء ده يا جماعه التكامل ده ايه اللي هيحصل؟ هنطلع النص بره نفتح القوس. تكامل ساين اكس زائد 1 مشتق ده موجود 1 تمام مظبوط سالب كوزين اكس زائد 1. طب هنا ساين 3 اكس ناقص 1 مشتق 3 اكس ناقص 1 3. هنضرب هنا في 3 ونقسم بره على 3 هيبقى ايه؟ هنا نقسم على 3 تمام. يبقى هيبقى عندنا كان بيقول تكامل 3 ساين 3 اكس ناقص 1 مظبوط تكاملها بسالب كوزين الزاويه اللي هي 3 اكس ناقص 1 ودي سالب. نقفل كده ونقول زي التساوي مظبوط. نص سالب كوزين اكس زائد 1 تمام. سالب تلت كوسين 3 اكس ناقص 1 تمام. المسألة اللي بعد كده بيقول لي التكامل 2 اكس ناقص 7 على اكس تربيع ناقص 7 اكس زائد 4. دي
دي اكس ايه؟ نبص كده بالراحه. اول حاجه نفكر فيها نشوف البصمه مشتركه من اقوى ولا لا. تمام؟ 2 اكس ناقص 7 مظبوط، يبقى بصمه مشتركه في المقام، يبقى الناتج مباشره لين المقام اكس تربيع ناقص 7 اكس زائد 4 زائد 6. المسألة اللي بعد كده بيقول لك تكامل تان تربيع اكس دي اكس. دي برضو من الحاجات اللي انا قلتها النهارده. تان تربيع اكس كان تساوي تكامل سك تربيع اكس ناقص 1 دي اكس. سك تربيع اكس التان اكس الواحد باكس يبقى زائد 6. خلاص تان اكس ناقص اكس زائد 6. فاضل مسألة واحدة بس، وأيضا سهلة جدا وبسيطة. تمام؟ المسألة اللي بعد كده بتقول لنا تكامل واحد زائد ساين تربيع اكس على واحد ناقص كوزين 2 اكس دي اكس. ايضا دي تتحل بالقواعد الفطريه الهامه. ازاي؟ ايه اللي ممكن نفكه هنا؟ واحده واحده كده. كوزين 2 اكس بقانون ضرب الزاويه هنقول تساوي البصله زي ما هو واحد زائد ساين تربيع اكس على واحد ناقص، هنفتح قوس كوزين 2 اكس، عايز حاجه تطير لي الواحد اللي هي واحد ناقص 2 ساين تربيع اكس. هنضرب السالب في القوس كله تبقى هنا سالب 1 زائد 2 اكس، 1 طرد مع السالب 1 بقى عندي تكامل 1 1 زائد ساين تربيع على 2 ساين تربيع اكس. هناخد النص ده بره كده عامل مشترك نقول تكامل ونقسم 1 على ساين تربيع اكس اللي هي كوسيك تربيع اكس، ساين تربيع على ساين تربيع يبقى زائد 1 بالنسبه طبعا لدي اكس يساوي ادي النص برضه كوسيك تربيع اكس بسالب كوتان والواحد ب اكس زائد سالب، يبقى نص سالب كوتان زائد اكس زائد سالب. تمام كده خلصنا المسائل وخلصنا المفروض مجموعه مهام كنا المفروض نقوم بيها النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون طريقه الشرح مفهومه وسهله، وان شاء الله أشوفكم في فيديو قادم من سلسلة فيديوهات MTS. كان معكم عمرو إيهاب يسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.